متواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، والشمس كل يوم بتشرق اصل ما تاخر شروقه، شروقك بدليل انه احنا في صباح الشروق حاليا معاكم على الهواء مباشره. لكن الانسان فكر كثيرا ويعني اخترع اشياء كثير جدا يعني منذ البشريه وبدايه البشريه. في ناس بتقعد مع نفسها بتستوعب حياة كثيره جدا من الطبيعه وبتستفيد منها، لكن هل سألنا نفسنا انه نحن في السودان تحديدا، يمكن العالم شويه بعيد مننا ونحن بنحاول نركض عشان نكون في نفس المسار، لكن في ناس وصلت الان لمفهوم الطاقه البديله، وفي الطاقه البديله تحديدا الطاقه الشمسيه، واحنا في السودان ما عندنا اكثر من الشمس يا نحشك حمزه، شمسها يعني الحراقة. انا نحشك شمسها الحراقه، لكن هل في زول قاعد فكر في انه كيف يستفيد من شمس الصباح؟ كيف انه نحن نقدر نولد طاقه شمسيه أقل تكلفة أكثر إنتاجا نستفيد منها في كافة المجالات المختلفة؟ لكن شباب الثورة السودانية اللي خلقوا الثورة السودانية اللي كانوا هم نموذج يحتذى به في كافة العالم كل أنحاء العالم، وضرب بهم مثل حقيقي في الصمود وفي في في الشجاعه في البساله في ال 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 يعني الايجابيه والفكر الايجابي لسودان جديد، هم بيفكروا حاليا بانه يستغلوا مفهوم الطاقه الشمسيه للسودان او في السودان تحديدا عشان ما كل البلد تنعم بالخيرات، لان السودان وطن بينعم بخيرات كثير جدا جدا فيها. رحيم هو مهندس ميكانيكي يحدثنا عن مفهوم الطاقة البديلة أو تحديدا الطاقة الشمسية. أهلا ومرحبا بك باش مهندس، صباح مرحبا الخير بك عليك. أستاذة لينا، مرحبا بك أستاذ حمزة. فنحن يعني موضوع الطاقة الشمسية بفهم بسيط، نحن بنحاول نستفيد من الإشعاع الشمسي بقدر الإمكان، نحوله لطاقة كهربائية نستخدمها في الاستخدامات الحياتية العادية، سواء ري زراعي، سواء استخدام زراعي، سواء استخدام سكني، سواء استخدام صناعي. فالطاقة الشمسية عبارة عن منظومة، أو منظومة الطاقة الشمسية عبارة عن منظومة بتحول الطاقة الإشعاع الشمسي لطاقة كهربائية. الإشعاع الشمسي بتقوم بتحويله لطاقة، منها بتتوجه للمرحلة الثانية اللي هي العاكس، بيقوم بيحول لي الطاقة دي، الطاقة الطالعة من الإشعاع من الخلايا الشمسية لطاقة كهربائية. أنا بعد ذاك بتمشي المرحلة الثالثة، يا استخدمتها استخدام عادي يا خزنتها في بطاريات بستفيد منها في 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 مرحلة في مرحلة ما بعد، إنه الكهرباء ما فيش. طيب دي 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 صورة بستخدمها في القطاع الزراعي، بستفيد منها بتحرك لي المولد الطرمبات بتاعت الري، بستفيد منها في القطاع السكني، عندي لها في القطاع السكني استخدام انا بكون جاري طوال الكهرباء بتكون شغاله طوالي من الالواح. المرحله ما بعد مغيب الشمس بيقوم بيسحب من البطاريات، انا بخصم من البطاريات دي على حسب استهلاك الوحده الواحده او المنزل المصنع المحطه اللي بنتكلم المحطه اللي نحن مستهدفينها. ده الاستخدام الخارجي. الاستخدام في داخل المدينه ما بكون محتاج ل ل ل لالواح، انه انا اساسا عندي توصيلات كهربائيه، عندي كهرباء يعني من الـ من الـ من الـ من المحطات الكهربائيه الحكوميه بتاعت الدوله، فانا بكون بستخدم العاكس والبطاريات. العاكس طالما الكهرباء عندي شغاله، الانفرتر ده بيقوم بيسحب لي من الكهرباء العامه بيخزن لي في البطاريات، مجرد ما الكهرباء قطعت بيقوم بيعكس الدائره الكهربائيه، بدل ما انا كنت شايل من الخط العمومي بيقوم بيسحب لي من البطاريات بيشغل لي الفتره فيها تيار منقطع. طيب باش مهندس، يعني احنا لو بنتكلم انه الدوله مرات في مناطق قرى نهائيه في مناطق السودان ما وصلت الكهرباء كذا ببساطه، الوصلات بتقطع اصلا، الوصلات اللي بتقطع دي حنجيها هسه، حنجيها طريقه المعالجه كيف، لكن المناطق البعيده اصلا ما وصلت الكهرباء، ولا حتى الدوله هي ساعيه انه تنفذ اصلا مشاريع زي دي. يعني الجيزان جنبه كان جوز النمل او لا الشماليه او عموما غرب السودان عموما.
هل لازم تكون في شراكات بينكم وما بين جهات خارجية حتى انه تجيكم هنا في السودان؟ والله الموضوع يعني بيعتمد عليه على حسب زي ما بقولوا الموضوع امكانيات. الفند عشان انا التمويل عشان انا اقدر اسس مشروع زي ده الموضوع مكلف ملايين الدولارات عشان انا اقدر اسس المصنع خط الانتاج المصحر الافران الكهربائيه ترحيل الرمال من هناك لحد من موقع لحد موقع المصنع. بعد ذاك بتواجهنا انا مشكله بتاع التكنولوجيا. نحن عندنا زي ما زي ما زي ما انتم عارفين ونحن عارفين عندنا احنا 30 سنه احنا برا الشبكه. نعم 30 سنه احنا برا الشبكه فدارين يا دوب نحن كده بنحاول زي ما بيقولوا نخش نوري العالم انه يا اخي احنا قاعدين. طب بما ان احنا بنحاول نخش المبالغ اللي انت ذكرتها حاليا 30 مليون وغيرها 3 4 5 6 مليون دولار 3 4 5 6 مليون دولار يعني اسس 30 3 3 4 مليون دولار بتاسس لي مصنع بينتج لي 100 ميجا وات 100 ميجا وات في السنه. 100 ميجا وات اذا انا كل سنه استهدفتها السنة اللي بعدها استهدفت الجزء الغربي بتغطي لي 60-50-60% من الحتات اللي ما فيها كهرباء. يعني لينا انا استاذنك برضو اضافة للسؤال يعني السابق انه المناطق اللي اصلا ما وصلت كهرباء المفروض انه تصل لها الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية البديلة. ده الاتجاه الجديد لكل دول العالم حتى انه تخفف العبء شوية على التوليد المائي او كده. فنتكلم هل عندك نموذج احنا يعني احنا عرفنا انه في منطقه ابو نمل فولات النيل الابيض هي من المناطق برضو وغيرها من الغرى ما وصلت كهرباء. فهل عندك مشروع فعلي انت كرائد اعمال عايز تنفذ المشروع على ارض الواقع وينعكس ايجابا على كل المناطق المجاوره؟ حقيقه اسن احنا حاليا بصدد تنفيذ مشروع في 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 قريه ما فيها كهرباء. يعني اقرب نقطه بتاعت كهرباء تبعد منهم 5 كيلو. التكلفه الحقيقيه بتاعت المحطه المفروض تتعامل ليهم اقل من التكلفه بتاعت انه يجروا من الخط العمومي ويا عالم تكون فيه كهرباء ولا ما تكون فيه كهرباء. فاستي حاليا في الفتره الجايه يعني از ماكسيمم كده الموضوع بياخذ له اسبوعين حنبدا في المشروع تنفيذ حقيقي على ارض الواقع ان شاء الله. انتوا حصرتوا يعني حصرنا المنطقه حصرنا المنازل عددها عدد الاجهزه بنخط لهم نحن اقصى سقف ممكن يعني زول ولا اشرح لنا كيف هتساهموا في تطوير يعني نحن هنعمل محطات محطه اذا قريه فيها نحن اسس القريه اللي شغالين عليها دي فيها 70 بيت ال 70 بيت دول نحن يعني عندنا خيارين نقوم يا اما نقسمهم على 3 محطات يا اما نعمل لهم محطه واحده مين بعد ذاك تجر لكل المنازل. قررتوا خيار ده بيعتمد عليهم هم بيعتمد عليهم هم بيعتمد على قرارهم. نحن ما عندنا مشكله التكلفه هي نفس الشيء نفس التكلفه بس انا المحطه الكبيره بقسمها على 3 مواقع بوزعها. فبعد ذاك دار اشوف هل هم اساسا يعني عايزين يقسموا الموضوع باعتبار انه كل مجموعه يساهموا يجمعوا مساهماتهم براهم بعد ذاك البنوك بتمول الموضوع ده. يعني يا وائل يعني مثال للمنطقه دي يعني الرمال موجوده بصوره كبيره جدا. هل الموضوع قوابل ولا بيحتاج تخطيط برضه لاعمده يعني؟ لا 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 قوابل ارضيه ما بيحتاج قوابل ارضيه. قوابل ارضيه بتتخط تتوصل داخل المواسير انابيب صغيره كده من المحطه لحد البيت. بعد ذاك مدخل البيت بيكون عندك مفتاح بتاع تامين واحد. جميل الموضوع بسيط يعني. جميل طيب يعني كيف ممكن يعني تقدروا تدمجوا مشاريع تخرج حبيسه الادراك تحديدا حبيسه الادراك في تطوير الصناعه دي والاستفاده منها قدر الامكان؟ هتخلي في مشاريع كثيره جدا افكار خرافيه هلاميه جميله مستنيره هتنور السوق. فكيف ممكن تستفيدوا منها؟ جيتي في محل الوجع زي ما بقول والله. يلا فالموضوع ده يعني انا خريج جامعه السودان. انا خريج جامعه السودان هندسه ميكانيكيه ومن اتخرجت لي تقريبا زي 7 8 سنين وشفت يعني شفت في الجامعه وشفت ما بعد الجامعه وقعدت مع بروفات دكاتره درسوني قعدت معاهم بخصوص الموضوع ده. ففي مشاريع ما في زول بيتخيل انه هي ممكن تكون قاعده
يعني محبوسة في مكتب أو ورق محبوس في درج والناس ما مستفيدة منه. أنا مشيت بالصدفة عندي دكتور في الجامعة شغال معاه وشغالين في دراسة بتاعة مصنع بتاع أرواح الطاقة الشمسية بجهز في الدراسة. مشيت له في موضوع التصنيع, هو متخصص في مجال التصنيع. فمشيت له لقيت أساسا إنه في حاجات قاعد عنده أنا بستفيد منها أسي, أنا مفروض أستفيد منها أسي, محتاج لي أسي غير المشاريع الثانية غير المصانع المفروض تدعمل. فنحن كرواد أعمال المطلوب منا حاجة بسيطة. زمان يعني نحن في الجامعة بيدوك مشروع تخرج بيطلعوا قائمة بتاعت مشاريع تخرج أنت بتختار منها. ليه نحن كرواد أعمال ما نطرح نحن مشكلتنا أنا كشركة أو كمؤسسة أو كمصنع أو كجهة بتقدم خدمة, أنا أطرح مشكلتي الجامعات دي ينفذوا لي مشاريع من الجامعة, ينفذوا لي أنا أجي أطرح لهم مشاريع من برا كمؤسسات خارجية, أطرح لهم مشاريع يا أخوانا نفذوا لي المشروع الفلاني سواء مهني أو سواء مشروع مهني أو مشروع إداري أو مشروع مالي, يحددوا لي ينفذوا لي المشروع بناء عليه أنا أجي أستوعبه ذاته في المؤسسة حقتي. طيب قبل الختام يا باشمهندس وائل, يعني انتوا كرواد اعمال اكيد امكانياتكم بتكون محدوده حتى أيوة. في تنفيذ الخطط او كذا, فالحاجه دي عايزه دعم من قبل الدوله, انه الدوله تولي اهتمام كبير جدا بالنسبه للطاقه الشمسيه, خاصه انه احنا الكهرباء انا مشيت جيت من البيت الكهرباء خليتها قاطعه, فالحكايه دي كل يوم بتكون زي 3 مرات في اليوم الكهرباء كذا بتقطع, فده اتجاه بديل يعني ممكن الطاقه الشمسيه تشكل المورد الرئيس او الطاقه الرئيسه بالنسبه لنا في السودان في حال باكات بعد ذاك الموضوع ده انه دعم محتاجين دعم مادي. نحن محتاجين نحن ما محتاجين دعم مادي, احنا دايرين اضان تسمعنا. ما في اضان اسي انتوا مشيتوا ولا احنا مشينا وما في اضان سمعت. مشيتوا وين فما لقينا اضان سمعتنا احنا دايرين زول يقعد يسمعنا بس. طيب بعدك انت اقتنعتك نمشي للستيب الثانيه, ما اقتنعتك قول لنا يا اخي يا اخوانا والله مشروعكم ده فاشل. نعم هو ما نافع وامشوا باشمهندس. يعني انتوا محتاجين شخص يسمعكم, احنا محتاجين شخص يسمعنا, السودان كله محتاج انه يكون في فرصه كبيره جدا للشباب تحديدا يقولوا افكارهم ويقولوا مقترحاتهم ويقدموا يعني خطط ودراسات ومشروعات تخرج ايجابيه وجميله جدا هتدعم البلد بصوره كبيره جدا. خلينا نضع العذر ولو جانبا للوضع الحالي في السودان ونديهم فرصه ثانيه انهم يسمعوا اكثر في المرحله القادمه ان شاء الله. عسى ولعل السودان يعني ينهض من جديد بشباب وبافكار وبعقول الشباب النيره. احنا شاكرين لك كثير جدا باشمهندس وائل بشير عبد الرحيم المهندس الميكانيكي على هذه المساحه نورتنا كثير جدا, نتمنى انه على ارض الواقع قريبا ترى النور هذه الافكار ان شاء الله. مقدرين جدا. الله يديم العافيه.